مع ظهور ما اتفق على مسماها بالقاعدة الدستورية كحل بديل تقام على أساس الانتخابات والانتقال لمرحلة جديدة دون أن يظهر اتفاق على محتواها وطرق إنجازها، كما هو الحال مع مسودة الدستور الجديدة التي وئدت في مهدها بسبب الخلافات حول مضمونها، أصبحت القاعدة الدستورية هي الشغل الشاغل والمخرج الوحيد والاستحقاق الأصيل للوصول إلى بر الأمان وأنهاء الانقسام السياسي الذي أهلك البلاد والعباد. ومع طول أمد ماراثون المفاوضات واللقاءات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة يخوضها عقيلة والمشري نيابة عن الجميع، بدأ الحال أكثر تذمرا وضجرا وأصبح المشهد أكثر ضبابية وتأزما. ومن بين عديد المبادرات تظهر على السطح جلية مبادرة مؤتمر المسار الدستوري الذي عقدته مجموعة من القوى السياسية والوطنية على صعيديها المدني والاجتماعي، وأنتجت قاعدة قد تكون بصيص أمل وطوق نجاة لهذا الشعب المنهك، وقد تعجل بخطوات الأطراف السياسية للوصول إلى حل، وقد تفضي ربما إلا شيء وسط اتفاق المختلفين على أنهم لا يتفقوا سوى فيما يديم سيرورة بقائهم على سدة الحكم. نفتح مشاهدينا في نسخة إلى الرأي العام هذه الليلة مبادرة القاعدة الدستورية ومآلات المفاوضات الحالية بين مجلسي الدولة والنواب، ولكن قبل الحديث عن هذا الموضوع والتفصيل فيه نتابع تقرير الحلقة، من ثم أعود لاستقراء هذا الموضوع مع الضيوف. أطلق مؤتمر المسار الدستوري بمشاركة ممثلين عن 25 حزبا ومكونا سياسيا إضافة إلى المكونات الثقافية والشخصيات السياسية ومترشحين للرئاسة ومترشحين برلمانيين ومنظمات مجتمع مدني واتحادات ونقابات مهنية عن طريق اللجان المنبثقة عن اللجنة التحضيرية لمؤتمره، حملة موسعة في عموم ليبيا لجمع توقيعات المواطنين على القاعدة الدستورية التي أجمعت عليها القوى الوطنية المشاركة بالمؤتمر. وجمع المؤتمر حتى الآن أكثر من 500,000 توقيع داعم للقاعدة الدستورية المنبثقة عنه، إضافة إلى توقيعات رؤساء أحزاب ومنظمات مجتمع مدني ومرشحين للانتخابات. أطلقت الحملة عقب انعقاد المؤتمر واتفاقه على قاعدة دستورية في 3 أغسطس من العام الماضي، تشدد على عدم إقصاء أي شخصية سياسية من خوض الانتخابات، متجاوزين بذلك نقطة الخلاف وسبب الفشل الرئيسي لمجلسي النواب والأعلى للدولة في مسيرة مفاوضاتهم الطويلة نحو خلق قاعدة دستورية تذهب بنا إلى الانتخابات. وفي تصريح له على بوابة الوسط أوضح المتحدث باسم مؤتمر المسار علي الهلالي أن الهدف من جمع التوقيعات الجاري حاليا هو توسيع قاعدة المشاركة في تحديد المسار الدستوري باعتبار أن الشعب هو مصدر التشريع، مؤكدا أن التوقيع على المقترح يهدف إلى الضغط باتجاه استئناف الانتخابات من حيث توقفت وعدم إقصاء أي من المترشحين وترك الأمر للشعب الليبي في تحديد اختياراته. كما طالب مؤتمر المسار الدستوري الثاني الذي عقد في طرابلس ديسمبر الماضي تحت شعار القاعدة الدستورية مطلب شعب في بيانه الختامي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتحديد موعد قاطع ونهائي لإجراء الانتخابات وإعلان القوائم النهائية للمترشحين، داعيا إلى تجاوز كل الأجسام السياسية القائمة حاليا والتي كانت سببا في حالة الجمود السياسي والاحتكام للقاعدة الدستورية المنبثقة عن مؤتمر المسار الدستوري. هذا وقد استلم رئيس المجلس الرئاسي نسخة من القاعدة الدستورية المنبثقة عن المؤتمر، وذلك بعد أن تسلم عقيلة والمشري نسخة من القاعدة الدستورية التي علقوا عليها بضرورة دراستها قبل إبداء الرأي. وحتى الآن لم تنجح الأطراف السياسية المتصارعة والمختلفة في الوصول إلى قاعدة دستورية تنظم سير الانتخابات التي لم ينجحوا بإجرائها في 24 من ديسمبر عام 2021. مبادرة مؤتمر المسار الدستوري تبدو كأنها آخر المحاولات الجادة التي يمكن أن تدفع بهذا الوضع المتعثر للخروج من هذه الأزمة التي طال أمدها، فهل ستلقى الدعم والتجاوب اللازمان سواء من القوى الوطنية أو الدولية؟ أم أنه سيتم وأدها ليستمر مسلسل التمديد والمراحل الانتقالية بذات الممثلين والشخوص؟
التوقيعات المليونية هل تكفي لإنهاء لعبة الكراسي الموسيقية بهذا العنوان؟ نبدأ حلقة الليلة من نسخة إلى الرأي العام والحديث عن المسار الدستوري المتعتر وكذلك المؤتمر المسار الدستوري الذي أخذ طريق لوحدة بعيدا عن جهود مجلس النواب والأعلى للدولة من أجل الخروج لربما بقاعدة دستورية بمشاركة كل الليبيين. أرحب بضيوف الحلقة كل من صالح فحيمة عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أيضا علي الهلالي الناطق باسم مؤتمر المسار الدستوري، أيضا ابتسام الضبيع مترشحة برلمانية، وفتحي الشبلي رئيس حزب صوت الشعب. أهلا وسهلا بجميع الضيوف. خلوني نبدأ سريعا بعلي الهلالي الناطق باسم مؤتمر المسار الدستوري. سيد علي أهلا وسهلا بك في نسخة إلى الرأي العام، لنتحدث بداية عن مبادرتكم في مؤتمر المسار الدستوري، تحديدا عن المبادرة القاعدة الدستورية. لماذا ترونها مناسبة في هذا التوقيت وقابلة للتطبيق؟ ما هي النقاط التي تتميز بها مبادرتكم عن البقية فيما يخص محتوى القاعدة الدستورية؟ أولا سيدي الكريم، خليني نقول لك، نعطي بعض التصحيح، أن وأؤكد لك عبر هذا المنبر الإعلامي أن عدد الموقعين على إقرار القاعدة الدستورية من المواطنين بلغ مليونا من مليون مواطن وقع على إقرار القاعدة الدستورية لرغبتهم في حلحلة الأزمة الليبية وفي الخروج بالبلد من الاختناق أو حالة الانغلاق السياسي اللي تمر بها. ما دعا إلى هذه المبادرة اللي قامت بها مجموعة من الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني ونقابات واتحادات مهنية ومترشحين برلمانيين ومترشحين رئاسيين، هو الغاية والغرض منه هو العبور بهذا البلد إلى بر الأمان بعد أن عاش مرحلة انغلاق سياسي وليس انسداد، يعني حالة انغلاق، يعني الانسداد تجاوزناه. بالدليل أن حالة المواطن والمعاناة تتراكم يوما عن يوم، وأن كل المحاولات اللي أمل منها المواطن أن يتحسن الحال أو أن يكون أو نستعيد الوطن ويكون وطنا يعني بمقومات الوطن بمقومات البلد قد أضحت مجرد أحلام. وبالتالي بادرت هذه القوى الوطنية المتمثلة في عدد كبير جدا من الأحزاب يصل إلى ما يتجاوز 25 حزب ومؤسسة مجتمع مدني ومجالس اجتماعية، إضافة إلى مترشحين برلمانيين ومترشحين رئاسيين وأيضا ناشطين ونقابات واتحادات مهنية. هذه رأت أنها لابد أن تكون بمبادرة من باب الواجب الوطني، يعني هو لمؤاخذة الوطن ليس فندقا نغادره حين تسوء الخدمة، لكنه يستوجب منا أن نعمل لأجله، أن نبحث عن أفضل الحلول وأن نجد أيضا، لأن هذا الوطن لنا جميعا. هذه القاعدة الدستورية لما جاءت في مبادرة تواصلت هذه الأحزاب في مبادرتها مع لجنة شؤون الأحزاب وتواصلت مع مجلس النواب الليبي وطرحت الفكرة على رئيس مجلس النواب في بدايتها الذي بارك هذه الفكرة، ومن خلالها بعدها عقدت ملتقى أو عقدت مؤتمر في فندق كورنتيا بطرابلس في 23/8 واجتمعت فيه وأعلنت عن مبادرة لإيجاد على الأقل إيقاد شمعة في ليل الوطن. طيب نعم. سيد علي جيد إلى هنا. أنت تحدثت بأنه يعني مشروع القاعدة الدستورية هذا ويعني انعقاد هذا المؤتمر، مؤتمر المسار الدستوري جاء تلبية للمواطنين الليبيين المحرومين، يعني الذين انحرموا من حقهم في إدلاء بصوتهم في الانتخابات التي تم تأجيلها. ولكن خلينا نتكلم شوية يعني عن يعني هذا المؤتمر، من الذي دعا إليه بشكل خاص، وأيضا يعني كيف يعني وصلتم إلى مليون مواطن وافقوا
وافقوا على ما جاء في اجتماع المؤتمر، وكيف خلينا نمشي معاك على نفس السياق اللي تكلمت فيه، كيف اكتسبتكم هذه الشعبية اللي تكلمت عليها؟ تمام سيدي الكريم، أولا قلت لك هذه المبادرة جاءت وطرحت عن هذه المبادرة ضمت زي ما قلت لك أن هي فيها ضمت مجموعة من الاتحادات والنقابات المهنية اللي تضم محامين وقضاة ورجال قانون وناشطين في المجتمع المدني معلمين وإلى آخر الشرائح اللي من الشرائح المجتمع. هذه اقترحت قاعدة دستورية وفصصتها نقطة نقطة، طرحتها في المؤتمر الذي انعقد في كورنثيا في 23/8 وفصصتها نقطة نقطة وجمعت حولها كافة الملاحظات التي أبديت من خلال المشاركين سواء كانوا يعني مترشحين أو شخصيات أو أيضا كيانات سياسية فيما يعني الأحزاب أو مؤسسات المجتمع المدني والمجالس الاجتماعية والمكونات الثقافية. جمعت هذه الملاحظات ودونت من خلال لجنة الصياغة التي جمعتها وشملتها بالصياغة. أيضا هذه المبادرين أو هذه القوى الوطنية التي بادرت أيضا تواصلت مع كافة القوى الأخرى التي لم تتمكن من الحضور وكافة الشخصيات والمترشحين وتواصلت معهم وجمعت ملاحظاتهم لتخرج بالتالي هذه القاعدة الدستورية المنبثقة عن مؤتمر المسار الدستوري. ووصلت نسخة لمجلس النواب وتم التواصل مع مجلس الدولة ومع المجلس الرئاسي كذلك العليا والمجلس الرئاسي إضافة إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. طيب كل الذين التقيناهم بدءا من مجلس النواب إلى مجلس الدولة إلى غيره كلهم باركوا هذه الخطوة واعتبروها فعلا مشروع ليبي لأن سنعود لك بالحديث عن يعني هذا التواصل وإلى أين وصلت يعني هذه الجهود من قبلكم. أرحب الآن بالسيد صالح فحيمة عضو اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب. سيد صالح أهلا وسهلا بك في نسخة إلى الرأي العام. قبل يعني أن نستمع لرأيك فيما تحدث عنه السيد علي الهلالي الناطق باسم مؤتمر المسار الدستوري، نود أن نسألك عن مستجدات الحوار السياسي واللقاءات الثنائية بين مجلس النواب والدولة، إلى أين وصلت وهل ثمة يعني حل متوقع لنقاط الخلاف؟ ولعل آخرها القاهرة سيد فحيمة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييك أولا وأحيي ضيوفك الكرام وأحيي السادة المشاهدين. طبعا ليس هنالك يعني أمور خفية دعني أقول في ما توصل إليه الرئيسان رئيس مجلس النواب والمجلس أعلى للدولة، هما يعني تقريبا قلا كل شيء في المؤتمر الصحفي الذي أعلنا فيه التوافق المزعوم بين المزدوجين. هذه المشاهد في اعتقادي هي مشاهد مكررة، أكثر من مرة يلتقي الرئيسان ويعلنان توافق ثم سرعان ما يتلاشى هذا التوافق عندما يصطدم بالواقع. الأسباب كثيرة، لعل أهمها أن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ليسا هما الفاعلان السياسيان الوحيدان دعني أقول على الأرض، هنالك مجموعة من الفاعلين المحليين بالإضافة إلى الفاعلين الدوليين الذين ربما يعني يجب إرضائهم في مهمة شبه مستحيلة في قاعدة دستورية وحيدة. دعني أذهب إلى أبعد من سؤالك، يعني يجب أن يعني طالما أن هذه النسخة إلى الرأي العام فيجب أن نضع الرأي العام في الصورة الحقيقية أو في المشهد الحقيقي، المشهد السياسي الحقيقي التي نعم هذا ما نأمله. إذا ما رجعنا بالذاكرة قليلا إلى الخلف قبيل ديسمبر الماضي أو ديسمبر قبل الماضي، الموعد الذي وضع من أجل إجراء الانتخابات وتساءلنا ما الذي وقف دون إجراء تلك الانتخابات.
القول بأن عدم وجود قاعدة دستورية هي من منعت يعني حدوث تلك الانتخابات هذا كلام غير صحيح، وأعتقد أن غالبية الليبيين يعرفون هذا الأمر، حتى وإن كان الإعلام يريد أن يسوق أن السبب الأساسي والرئيسي هو عدم وجود قاعدة دستورية. ولكن هو المفوضية ذكرت بأن قوى قاهرة سيد صالح فحيمة أكثر من مرة تتحدث عن وجود قوى قاهرة. نعم قوى قاهرة ولم تذكر القاعدة الدستورية. القاعدة الدستورية ما هي القاعدة الدستورية؟ القاعدة الدستورية هي وثيقة تؤخذ كأساس لإصدار القوانين، يعني وثيقة يعني دعني أقول هي قاعدة تبنى عليها القوانين التي تصدر من أجل تنظيم هذه الانتخابات. هذه القوانين صدرت معيبة غير معيبة، هذا لا يعني يعني شيء كثير، خصوصا وأن كل الإجراءات التي اتخذت في حينها يعني من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات سواء كانت إجراءات تسجيل للناخبين أو تسجيل حتى للمترشحين أخذت بناء على تلك القوانين. الشيء الذي منع على الأقل يعني حسب توقعاتي أو حسب تصوري، الشيء الذي منع إجراء تلك الانتخابات هو عدم رضا بعض الأطراف الفاعلة على الأرض على إجراء تلك الانتخابات في حينها، خصوصا الانتخابات الرئاسية. الخلاف كان كبير جدا وعلى أشده في الانتخابات الرئاسية، بينما لم تكن هنالك مشاكل تذكر يعني في إجراء الانتخابات التشريعية أو الانتخابات البرلمانية. فما منع إجراء هذه الانتخابات لم يكن أبدا هو القاعدة الدستورية، لذلك السعي خلف إصدار قاعدة دستورية. ولكن هنا يعني هنا السؤال يعني سيد صالح فحيمة، لماذا كل يعني الحوارات يتم التوافق على كل النقاط إلا فيما يخص القاعدة الدستورية؟ يعني حتى في الحوارات السابقة آخرها يعني التي كان في جنيف وتشكيل هذه السلطة الحالية، لماذا لم يتم الفصل في هذه المسألة قبل تشكيل يعني هذه السلطة والتقدم يعني إلى الأمام في العملية السياسية؟ ومن ثم عقيل المشري اليوم هذا الواقع اللي عايشينه في مسألة الفشل في الوصول لتوافق حول قاعدة دستورية. لا هو طبعا راهو يعني خليني نقول ان المفهوم التوافق في ليبيا يختلف للاسف عن مفهوم التوافق فيما سواها من الدول. التوافق هو وجود اغلبيه، لا اريد ان اقول يعني اغلبيه صاحقه، ولكن اغلبيه على الاقل تتوافق. اليس القوى القاهره هي يعني المعرقل من اجل الخروج بتوافق حول القاعده الدستوريه؟ هي نفس القوى القاهره حول شروط الترشح بالتحديد مزدوجي الجنسيه وما الى ذلك. هو لو تخليني نكمل بس استاذ، ما يعني ما تقطعش حب حب الافكار. تفضل سيد صالح تفضل. انا كنت بنقول لك ان التوافق في ليبيا، مفهوم التوافق في ليبيا يختلف عن مفهوم التوافق فيما سواها من الدول. يعني التوافق هو وجود اغلبيه تتفق على امور معينه. في ليبيا نحن نريد اجماع، وهذا مستحيل، حتى الله عز وجل يعني هنالك من كفر به. فالإجماع شيء مستحيل وشيء غير موجود. فيعني ليبيا إذا ما لم نتجاوز البعض ونتفق كأغلبية على قاعدة دستورية تحكمنا في المرحلة الانتقالية القادمة، فإنه لا يمكن الخروج من هذه المرحلة الحالية أو لا يمكن تجاوز هذا الانسداد. فبالتالي يعني الكل يتحدث عن أنه كتب قاعدة دستورية أو أوجد قاعدة دستورية، ولكن آلية التطبيق لهذه القاعدة في اعتقادي أنه صعب إيجادها. طيب ابقى معي سيد صالح فحيمة، ورحب الآن بابتسام ضيع مرشحة برلمانية. دكتورة ابتسام أهلا وسهلا بك في نسخة إلى رأي العام. دكتورة ابتسام، يعني كمرشحة برلمانية يعني تطمع كباقي الشعب بانتخابات نزيهة تخرجنا من هذا الانسداد السياسي الذي أرهق البلاد، كيف ترى الحل فيما يخص التوافق على القاعدة الدستورية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة وأفضل التسليم. أحيي ضيوفكم الكرام وكذلك أحيي كل المشاهدين. أنا دكتورة ابتسام عمر الضيع. طبعا احنا عارفين أن ليبيا تعيش أزمة سياسية بين أوراق متأزم وأمل منتظر وعراقيل مختلفة لانتخابات كانت من المفروض أن تكون في 24 ديسمبر الماضي،
وكذلك حق الليبيين في السعي نحو مستقبل أفضل، وخاصة أن حوالي 2.8 مليون ليبي سجل التصويت على هذه الانتخابات وتعثرت في 2021 وتم وعدنا إجراء هذه الانتخابات في موعدها. طبعا اختلافات كبيرة حول الطريقة التي يريد بها الليبيين التغلب على الأزمة الحالية. في نظري أن الحل الأزمة الليبية، وفي نظر كثير من المترشحين أو المقدمين للترشح لمجلس النواب أو لغيرها، أن حل الأزمة في ليبيا يجب أن يأتي من داخلها وليس من خارجها استنادا إلى إرادة الشعب الليبي وتطلعات السلام والاستقرار من خلال قاعدة دستورية وتشريعات لازمة يكون يعني من خلالها يتم إجراء هذه الانتخابات من خلال الاستفتاء على دستور معين. الدستور يضمن تحقيق انتخابات في وقت معين. طيب سيدة ابتسام، ما مدى نجاعة يعني هذه الجهود التي تجرى اليوم سواء من مجلسي النواب والأعلى للدولة وكذلك حتى من القوى الأخرى الموجودة على الأرض مثل يعني المؤتمر المسار الدستوري الذين يعني خرجوا بقاعدة دستورية على ربما وأرسلوها للمجالس الموجودة في البلاد؟ يعني أنت كمرشحة برلمانية كيف تشوفي في هذه الجهود، وهل فعلا يعني هذه الجهود سوف تفضي في نهاية المطاف بالخروج بقاعدة دستورية إجراء الانتخابات وتشارك فيها كل الأسماء اللي حرمت من المشاركة في الانتخابات 2021؟ يعني طبعا الصراع اللي موجود داخل البلاد، ونتمنى ان فعلا الجهود هذه ان هي دعم اي برنامج سواء كان اجراء انتخابات او استحقاق الانتخاب للعديد من المترشحين يحتاج ندعم جهود وطنية للخروج من دائرة الصراع وإنهاء التدخلات سواء كان أجنبية أو الانقسام. نتمنى أن تكون في مصالحة وطنية حقيقية بين الأطراف لتساهم في حل حالة الانسداد السياسي والتوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات. نعم، شكرا جزيلا لك ابتسام طبيع مرشحة برلمانية، كنت معنا وحبينا ناخذ صوت بعض المرشحين للانتخابات البرلمانية وكذلك يعني بالأخص صوت المرأة. شكرا جزيلا للسيدة ابتسام. الآن أرحب بالسيد فتحي الشبلي رئيس حزب صوت الشعب. سيد فتحي أهلا وسهلا بك في نسخة للرأي العام. يعني ما رأيكم كأحزاب سياسية، سمعنا أنكم رفضتم الانضمام لمبادرة المسار الدستوري، هل أطلعتنا عن الأسباب الرئيسية وراء هذا الرفض؟ هل تدعمون مثلا مسار النواب والدولة أم أنكم لكم رأي آخر يعني عكس الأحزاب الأخرى؟ أولا مساء الخير بك ولكل الفريق المصاحب لك ولكل الجنود المجهولين في هذه القناة الرائعة. نعم، نحن رفضنا كتجمع للأحزاب الليبية اللي هو الآن وصل عدد المنضمين به إلى 21 حزب الانضمام إلى هذا المسار، ولم نرفض حبا في الرفض. ناقشنا الإخوة الذين كانوا وراء هذا العمل وطلبنا منهم إجراء العديد من التعديلات التي نرى أنها جوهرية ولكنهم رفضوا، وبالتالي نحن لسنا لا مع مبادرة مجلس النواب ولا مع الدولة ولا مع هذه المبادرة، لأننا نقول وقلنا وبالأمس كان لنا اجتماع أو قبل الأمس مع المجلس الأعلى للدولة وقلنا هذا الكلام. لماذا لم نصل إلى حل منذ 12 سنة حتى الآن؟ 10 حكومات و10 مبعوثين ومئات المبادرات، وليست هذه هي القاعدة الدستورية، هناك 5 قواعد دستورية الآن يتم اللف بها. ونحن نرى أن بهذا الشكل نحاول أن نضع العربة أمام الحصان ونطلب من الحصان أن يجر العربة. جيد، إذن ما الحل حسب رأيك أنت كرئيس حزب لصوت الشعب، حزب سياسي في الداخل الليبي،
ما هي الحلول التي لديكم؟ شو الآليات الواضحة يعني ولتكون لربما مختلفة وفي صالح العملية السياسية الجارية؟ أنا أتكلم باسم تجمع الأحزاب الليبية، أنا الناطق الرسمي لهذا التجمع ونحن رأينا واضح في هذا الأمر. قبل هذا وذاك لابد من العودة للشعب صاحب الأرض وصاحب الدولة واستشارته في شكل وهوية الدولة التي يريد، وهنا الخلل الذي جعلنا 12 سنة ونحن نتسابق هنا وهنا دون الوصول إلى حل. ما هو شكل الدولة التي ينادي بها هذه القاعدة الدستورية أو قاعدة الدستورية بتاع مجلس النواب ومجلس الدولة؟ هل هي دولة ملكية أو نيابية أو جمهورية مطلقة أو جمهورية تعتمد على الحكم المحلي؟ طيب إذا أنت بالأمس كان لديك بيت وهدمته وذهبت إلى مكتب هندسي لبناء بيت جديد، هل تقول للمكتب الهندسي ارسم لي وتذهب؟ أنت تحدد شكل البيت من دور من دورين، بحوض سباحة، بباب، ببابان. الشعب لم يتم استشارته في هذا الموضوع، والشعب لم يتم الرجوع له في طيب بدايه. طيب لكن سيد فتحي حسنا، يعني هل تحدثتم وخطبتم لجان المؤتمر بخصوص نقاط الخلاف بينكم؟ لان الجهود لطالما اثمرت في وحدتها، او كيف ترون التوافق في حال ان القاعده حظت بقبول شعبي كبير وبقبول دولي مثلا؟ خلينا نتكلم عجزيه، لولا القبول الشعبي السيد الهلالي يتحدث عن 1,000,000 مواطن رحبوا بمخرجات هذا المؤتمر. أنا طبعا السيد الهلالي صديقي ورفيقي وأعتز به قامة وطنية. أنا قبل أسبوع أخبرني أحد رؤساء الأحزاب بأن عدد من وقعوا لم يتجاوز 180,000، فإذا كان هذا العدد قفز في أسبوع إلى 1,000,000 هذا شيء جيد. ولكن في كل الأحوال الذين وقعوا على ما وقعوا وكيف وقعوا وهل وقعوا على فهم وإدراك لحقيقة الإشكال الليبي أم هو تشبث بأي شيء ينقذ الليبيين من هذا الواقع المريض؟ نحن لا نرى أن هناك حل سيكون لا من مجلس الدولة ولا من مجلس النواب إلا بعد العودة إلى الشعب وأخذ رأيه في شكل ونظام الحكم، وهذا هو المهم. هذه المبادرة أو هذه القاعدة الدستورية والقاعدة الدستورية التي ينادي بها مجلس النواب هي تريد خلق دولة برلمانية من 4 رؤوس، والمجرب لا يجرب. هذا الشكل من الحكم الذي ابتدعته إيطاليا، وأنت تعرف أن إيطاليا اليوم هي في أدنى قائمة الدول الأوروبية لأنها تعتمد هذا النظام الذي يعتمد على عدة رؤوس. وهذا النظام جرب في لبنان، وأنت تعرف ما يجري في لبنان، وجرب في العراق، وجرب في تونس. نعم سيد فتحي، وجربناه نحن 10 سنوات الآن ولم ينجح. طيب ابقى معي سيد فتحي، كذلك سيد علي الهلالي، صالح فحيمة. فاصل قصير مشاهدينا، من ثم أكمل ما تبقى من حلقة الليلة من نسخة للرأي العام، تفضلوا بالبقاء معنا. الهلالي ولا فحيمة توا؟
من جديد أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة من نسخة إلى الرأي العام، ونحن نتكلم الليلة عن المسار الدستوري والعقبات اللي واجهت هذا المسار والجهود الحالية التي تقوم بها الأطراف الليبية من أجل حل هذا المختنق. خلونا تو بس نشوفوا نقاط الخلاف بين المجلسين. هنا الحديث عن النواب والأعلى للدولة، نقاط الخلاف بين المجلسين خلينا نشوفها مع بعض. نعم، حسب اتفاق بين مجلسي النواب والدولة برعاية أممية عام 2021 يضع مجلس النواب القاعدة الدستورية ثم يرسلها إلى المجلس الأعلى للدولة للموافقة عليها، ومن ثم ترسل إلى هيئة الانتخابات للتنفيذ. لكن الخلاف بين المجلسين حول تلك القاعدة وبعض البنود الواردة فيها حال دون إنجازها، وأدى ذلك في نهاية المطاف إلى تعثر إجراء انتخابات 24 من ديسمبر 2021 وعودة الطرفين إلى المربع الأول. محور الخلاف مشاهدينا، تتمحور نقاط الخلاف الجوهرية بين المجلسين حول شروط الترشح للرئاسة، الأمر اللي يثير شكوك استبعاد المشير خليفة حفصر، وكذلك نجل القذافي سيف الإسلام أبرز المرشحين على الساحة الليبية. مجلس النواب كما هو واضح يمثل عقيلة صالح، ومن خلف القيادة العامة يريدون إبقاء باب الترشح مفتوحا أمام الجميع. غالبية أعضاء المجلس الأعلى للدولة وعلى رأسهم رئيس المجلس خالد المشري يصرون على عدم السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح ذات الشرط بالنسبة للعسكريين إلا بعد مدة لا تقل عن سنة من الاستقالة من وظائفهم العسكرية زي ما نشوفه توا قدامنا. هذه الشروط خلينا نشوفه. طيب، يغيب عن الجميع مصير شعب بأكملة مشاهدينا يرى المصالح والمطامع والمطامح في الأمن والأمان، أيضا العيش الكريم، كذلك توفر الخدمات الأساسية. خدينا شوية فكرة عن الخلاف وعن المشاكل اللي خلفها هذا الخلاف على المواطن في ليبيا. أعود للسيد الهلالي الآن. سيد الهلالي، استمعت لما قال السيد الشبلي حول آلية تواصلكم مع بقية الأحزاب واستغرب، قال يعني كيف تم الوصول إلى مليون مواطن موافق على ما تم إنتاجه من مؤتمر المسار الدستوري؟ كيف ترد على هذه المسألة، وكيف ترون يعني تواصلكم مع كافة الأطياف هنا؟ هو سيدي الكريم، هي عادة أو من المتعارف عليه أن القاعدة الدستورية هي ليست اختراع، هي نتاج تجربة إنسانية، وقدامنا تجارب عديدة لشعوب أمامنا وحوالينا واشتغلت قواعد دستورية وسارت حياتها، ومن ثم الدستور باعتباره ليس مثلا نصا منزلا يمكن تعديله ويمكن إجراء تعديلات التي تواكب تطور المجتمعات عليه. وبالتالي نحن عندما أثمر اجتماع هذه القوى الوطنية عن هذه القاعدة الدستورية وتم التواصل مع ما يزيد عن 25 حزب، شارك فيها ما يزيد عن 25 حزب إضافة إلى مترشحين برلمانيين ورئاسيين ومؤسسات مجتمع مدني ومجالس اجتماعية ومكونات ثقافية وغيرها، تم طرح هذه القاعدة الدستورية بعد أن سلمت للمجالس التشريعية المتمثلة في مجلسي الدولة والنواب والرئاسي والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمحكمة والدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، طرحت للناس لأجل جمع التوقيعات عليها لدعمها. طيب، وأيضا جيد إلى هنا توسيع قاعدة المشاركة. إحنا يعني محتاجين نسخة في برنامج نسخة الليلة من الرأي العام. خلينا شوي نتكلم على القاعدة الدستورية هذه، يعني أنت تكلمت أن هي أعطته نسخة هي لبعض الأجسام وغيرها. طيب، أكمل هذه الفكرة بس خلينا نتقدمه في الحوار سيد الهلالي. خلي نقول لك حاجة بس، أنا هي إضافة إذا سمحت لي. أن هذه القاعدة الدستورية تعتمد على عدم الإقصاء، وأنت عندك يعني عرضت في الصورة مجلدات لتوقيعات المواطنين معتمدة من محرري عقود وموثقة. يعني عندما أعلننا عن مليون
عن 1 مليون مواطن موقع داعم للقاعدة الدستورية أو موافق على القاعدة الدستورية، احنا ممكن الوطن يتساءل توسيعها، يعني اتساع رقعة وتزايد رقعة الموقعين على قاعدة أو تزايد عدد الموقعين على القاعدة الدستورية كويس، لكن اللي فهمت منك أن القاعدة الدستورية هذه لا تقصي أحدا، لا خليفة حفتر ولا سيف الإسلام. النقاط الخلافية شوية بس خليك معي سيد الهلالي، خلي نحاولوا يعني نتقربوا أكثر من هذه القاعدة. النقاط الخلافية في مشروع القاعدة الدستورية بين مجلس النواب والدولة، الخلاف يكمن في يعني يتعلق الخلاف بمزدوجية الجنسية والترشح العسكريين يعني في الانتخابات الرئاسية. كيف عالجتم هذا المختنق في هذه القاعدة الدستورية المنبثق عن مؤتمر المسار الدستوري؟ شروط الترشح للانتخابات الرئاسية بالذات، كيف وصلتوا لحل هذه المشكلة وهذا المختنق؟ هذه القاعدة سيدي الكريم والكلام للناس وللمشاهدين، هي يعني اعتمدت عدم الإقصاء، أن يترك الأمر للشعب الليبي، يعني الأمر للشعب الليبي باعتباره يعني المليون أو المليونين سواء قالوا إن راو لا نبو حفتر يشارك، نبو سيف الإسلام يشارك، خلاص معناها نمشوا بالقاعدة الدستورية هذه. أنا نقول لك حاجة يا سيدي الكريم، هي المسألة الآن والآن المجلس الرئاسي الآن يقود مرحلة المصالحة ويقود في يعني مؤتمر طيب. للمصالحة من أجل رأب الصدع ومن أجل التصالح. طيب. في الوقت اللي نلقى فيه مثلا أجسام سياسية تعتمد يعني تعتمد قواعد دستورية مفصلة وكأنها تفصلت لأنفسهم لدوام أو لديمومة سلطتهم، فهذه أيضا لكن هذه الأطراف عندها للأسف الشديد نقولها يعني عندها دعم دولي من أطراف دولية، يعني خلينا راح نتكلم على الدعم، راح نتكلم على الدعم الدولي في هذه النقطة بالذات، وحتى تواصلكم أنتم مع هذه القوى الفاعلة في الخارج. بس خلينا نرجع للأستاذ صالح فحيمة. أستاذ صالح، يعني القاعدة الدستورية بدعة أبطلت وجوب الدستور ويقول البعض، لكن من وجهة نظركم لماذا لا يتم القبول بجميع المرشحين أو الخروج أمام الشعب وإعلان عدم مقدرة مجلس النواب على المضي بالشعب نحو الانتخابات؟ البعض بدأ يرى أن كل هذا يحدث لصالح بقائكم في المجلس وقت أطول، أنتم والآلة للدولة ليس أنتم فقط. نعم نعم، لا طبعا التهم يعني كل طرف يعني يستطيع أن يكيل ما شئت من التهم للطرف الآخر. يعني أنا أقول أن المشكلة لدى الجميع، سواء كان مؤسسات سياسية أو أحزاب أو يعني أو حتى حكام الشعب اليوم، حتى الشعب نفسه الآن يتمترس خلف الأشخاص، وهذه كلمة كنت دائما أقولها أن الشعب يتمترس خلف أشخاص ولا يتمترس خلف مشاريع، وهذه يعني المشكلة اليوم، هذه هي المعضلة اليوم. مجلس النواب كان منفتحا جدا ووضع قاعدة دستورية وقوانين لا تقصي أحد، سمحت للجميع بالترشح، وهذا يعني نستطيع أن نشاهده في يعني الطيف الواسع للمترشحين من صحة التسمية، مترشحين في الرئاسة. نحن لم نقصي أحد ولم نعمل على إقصاء أحد، وتركنا الأمر للشعب ليقول يعني كلمته في هذا الأمر. لم نقصي مزدوجي الجنسية ولم نقصي العسكريين ولم نقصي يعني تركنا للشعب يختار من يريد أن يكون على سدة الحكم. ولكن من جهة القناعة يعني أنا كعضو مجلس النواب لو كنت في ظروف أفضل يعني ما كنت لأوافق على هذا الأمر بصراحة، لأن نحن لا نخترع العجلة زي ما قال ضيفك الكريم. القاعدة الدستورية هي ليست اختراع، الديمقراطية هي ليست اكتشاف ليبي، ويعني لا يوجد لدى ليبي براءة اختراع بهذا يعني بهذا الأمر. نحن نخطو على خطى من سبقونا يعني من أمن يعني من طيب. ديمقراطيات سابقة، ديمقراطيات عتيدة، ولكن الطرف الآخر أو دعني أقول مجموعة الأطراف الأخرى هي من تريد من مجلس النواب أن يفصل قاعدة دستورية على مقاسات معينة، فبالتالي رفضت القاعدة الدستورية ورفض التعديل الدستوري
الأخير ورفضت طيب. حتى القوانين التي وضعت لتنظم طيب. الانتخابات. لكي نصل إلى الحقيقة يجب أن نسمي يعني الأمور بمسمياتها، ويجب أن 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 نتهم كل شخص بالتهم اللي هو قام بها يعني. طيب اليوم يعني الكثير يتحدث عن حالة توافق بين رئاستي مجلس النواب والدولة، باتت قريبة من أي وقت مضى، خاصة فيما يتعلق بالتوافق على خارطة الطريق يعني محددة بتواريخ زمنية، ونقاط الخلاف سوف يتم تحويلها اللي هي شروط الترشح وما إلى ذلك للتصويت ضمن القوانين الانتخابية داخل المجلسين. أولا، ما مدى حقيقة ذلك، وما مدى نجاعة هذه الخطوة حسب رأيك سيد صالح؟ هو في الحقيقة يعني التوافق بين المجلسين ربما سينتج عنه قاعدة دستورية غير متوافق عليها شعبيا وغير يعني معترف بها من قبل القوى الأخرى. يعني أنا في بداية حديثي وفي مداخلتي معكم قلت أن المجلس النواب والمجلس أعلى الدولة ليسا هما الفاعلين الأساسيين، دعني أقول الفاعلين الوحيدين في المشهد السياسي الليبي. الأطراف كثيرة ومتعددة، مراكز قوة في ليبيا يعني سواء كان في الشرق أو في الغرب أو في الجنوب ربما لن ترضى على أو عن مخرجات أو عن ما يعني عن مخرجات التوافق بين هذين المجلسين. نحن الآن يعني نأمل أن يكون هذا التوافق حقيقي بين الرئيسين، ويعني أنا ربما لا أضيع سري عندما قلت أن مجلسين النواب والدولة ربما سوف يتماهيان مع رغبة الرئيسين، وربما لن يناقشا هذه يعني الشروط طويلا، وسوف يذعنان لرغبة الشعب وسيقران سوف يحتكمان لإرادة رئاسة مجلسي النواب والأعلى للدولة. هكذا تقصد؟ لن يكون هناك خلاف على ما يتم التوصل إليه بين عقيلة والمشري؟ أعتقد أن سيتكرر نفس السيناريو السابق، سوف يصدر مجلس النواب والدولة القاعدة الدستورية وستترك يعني سيترك أمر تطبيقها للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وسنصل إلى إعلان قوى قاهرة من جديد. جيد، خلينا نمشي الآن للسيد فتحي. سيد فتحي أهلا بك من جديد، عذرا على الإطالة. يعني سيد فتحي خلينا نتكلم شوي على رفضكم يعني الخطوة اللي قام بها مسار الدستوري، مؤتمر مسار الدستوري، والخروج بهذه القاعدة المؤقتة وعرضها على المجالس الموجودة في البلاد، وأنتم رفضتوها بشكل خاص. يعني خلينا نتكلم بشكل واضح الآن، يعني ما هي خطواتكم القادمة في حال فشلت يعني هذه القاعدة المنبثقة عن مؤتمر مسار الدستوري، وحتى القاعدة الدستورية اللي تكلم عليها السيد صالح فحيمة وقال حتى لو أنه هو تم التوافق عليها وتم إرسالها للمفوضية سوف يعني تكون هناك قوة قاهرة جديدة سوف تعرقل التطبيق على الأرض، وقتها أنتم كأحزاب ما دوركم أو حتى رؤيتكم الاستباقية لهذا الموضوع؟ أولا دعني أقول لك شيئا وهو ليس سرا، نحن قبل الأمس اجتمعنا مع المجلس الأعلى للدولة بهذا الخصوص، وقصة ما حدث في القاهرة القاعدة الدستورية والتوافق مصدر مؤكد أكد لنا أنه في القاهرة لم يتفقوا على شيء ولم يوقعوا شيء، وإنما اتفقوا على تمديد الوقت وتمطيطه وفي النهاية إحالة الكرة إلى المفوضية لإحراجها، وكما قال ضيفك الآن لتعلن القوة القاهرة من جديد، وبالتالي يتاح لهؤلاء فرصة الاستمرار وتدوير الأزمة. ما شكل هذه القوة القاهرة الجديدة التي سوف تقف عائقا أمام تطبيق القاعدة الدستورية؟ هل نفسها اللي كان في 2021؟ نعم هي نفسها، سيعود مجلس النواب ليرفض، وسيعود مجلس الدولة ليرفض، وسيتنصل من التزاماته كما عودونا. الخلاف هو في محاولة أحدهم إقصاء الآخر. مجلس النواب يريد ومجلس النواب والسيد المشير في صف، والمجلس الأعلى في صف، وحكومة الوحدة الوطنية في صف، أي نحن بين صراع رباعي.
الكل يحاول أن يجد مخرج أو منفذ للاستيلاء على الكعكة بكاملها. إن لم يكن ذلك ممكن عليهم بتدوير الأزمة والاستمرار في اقتسام السلطة والموارد بالشكل اللي نحن عايشين اليوم. الضحية هو الشعب، وبالتالي من بكل منطق وبكل عقل نحن قلنا أن الحل الوحيد هو في الذهاب إلى استفتاء الشعب عن شكل الدولة التي يريد، هل يريد دولة ملكية أو برلمانية. بلاش ما نعطوش الفرصة مثل مبادرة يعني المؤتمر المسار الدستوري، يعني ليش احنا ما نعطوش فرصه لمثل يعني هذه الاصوات وهذه الفعاليات من اجل حل هذا الاشكال، بدل ما البعثة الأممية تتدخل وتشكل لجان حوار جديده وترعى الحوار ونعود للمربع الاول. البعثة حتى وان تدخلت لن تتدخل لانهاء الصراع، بل لاعاده تدميره من جديد، لان البعثة مستفيده من بقائها في ليبيا. البعثة هناك عشرات الموظفين يتقاضون عشرات الالاف من الدولارات، السيارات المصفحه والطيران المفتوح والامتيازات وفنادق الخمس نجوم و و و وبالتالي ليس، ونحن جربناهم. طيب، اننا بعثنا كتب واخفوها عن السيد المبعوث، وحاولنا الاتصال وقطعوا الاتصالات، ولحد هذا اليوم البعثه ترفض استقبال الاحزاب او الجلوس معها. ولكني طيب اعود واقول لك اعطيني 30 ثانيه. ما عادش عندي وقت، بس انا بننتقل لبقيه الضيوف سيد الشبلي لان الوقت دهمنا للاسف. تفضل. تمام، اوكي تمام. طيب نحاول نرجع لك ان شاء الله في سياق هذه الحلقه لو في وقت يعني في صالحنا. يعني خلينا نمشي الان للاستاذ علي الهلالي. سيد علي، يعني ما هي خطواتكم المستقبليه سواء المستعجله منها او على الامد الطويل؟ يعني كم تحتاجون إلى توقيع كي تصبح هذه القاعدة اللي تكلمنا عليها في حلقة الليلة التي اقترحتموها مطلب شعبي حقيقي لا يمكن تجاهله، وهل لكم خطوات على الصعيد الدولي؟ سيد الكريم هو صوت مليون مواطن، أعتقد أنه لابد أن يسمع. صوت مليون مواطن وقعوا على إقرار القاعدة الدستورية التي تعتمد عدم الإقصاء، والتي تترك الأمر برمة أهل الشعب الليبي عبر صناديق الاقتراع، والتي يعني ايضا يسعى من خلالها المواطن لبناء دولته التي يحلم بها، والتي حرم من حقه في ممارسته في 24 ديسمبر. يعني التزايد الاقبال هذا ينبئ عن حاجه، ينبئ عن توافق للمواطن، المواطنين يعني الناس توافقت. بالمقابل ايضا هناك مترشحي رئاسه، يعني اخر احصائيه كانت حوالي 20 مترشح رئاسي وقعوا على اقرار القاعده الدستوريه. طيب اذا لم ينظر الى هذه الجهود من قبل الجهات الفاعله، شنو الخطوات التصعيديه من قبلكم باعتبار عندكم صوت الشارع؟ انت عندك مليون مواطن زي ما قلت حضرتك مع هذا النتاج. نقول لك سيد الكريم ان هناك مليون مواطن وقعوا على اقرار القاعده الدستوريه، وما زال التوقيعات، ما زالت حمله التوقيعات مستمره. يعني هذا يدلل دلالة واضحة على رغبة المواطن في الاتجاه للانتخابات، لأنه قد سئم من لعبة إعادة تدوير المشاهد. الأجسام السياسية التي يشاهدها هي الآن تعيش مرحلة إعادة تدوير من كم سنة، وهو يشاهد نفس القصة ونفس المأساة، تراكم معاناته ولا حل على الأفق. حتى البادرة التي كان ينوي من خلالها حل أزماته والوصول إلى بناء دولته عبر الاقتراع وعبر صناديق الانتخابات حرم منها بمبررات. طيب، لم يعلن عنها، وبالتالي يعني هذا. طيب، الصوت يجب ان يسمع. المقابل قلت لك يعني هذا. طيب، القاعده الدستوريه واقرارها اللي لاقى اقبال. طيب، منقطع النظير، حتى ياتي وسط صمت من المسؤول. طيب، المحلي والمسؤول الدولي. وصلت الصوره. شكرا جزيلا لك سيد علي الهلالي. سؤال اخير سيد صالح فحيمة، نقاط، خلينا نتكلموا على السيناريوهات القادمة، وهل سيناريو تشكيل حكومة جديدة مطروح بالفعل، أم يمكن أن يكون هناك اتفاق وتبقى حكومة الدبيبة في المشهد حتى تهيئة الظروف للانتخابات، أم أنك ترى لربما حل مغاير ورؤية مغايرة عن هذه السيناريوهات تأخذنا إلى الانتخابات بطبيعة الحال؟ لا، هو طبعا يعني كل السيناريوهات متوقع حدوثها، لا شيء، لان يعني التكهن بما قد يحدث
ربما أمر أصعب من ذي قبل، لكن في اعتقادي أن الأقرب هو يعني بقاء الحكومة الحالية مع التوافق على القاعدة الدستورية والذهاب إلى انتخابات في الفترة المتفق عليها بين المجلسين. تقصد القاعدة الدستورية؟ نعم نعم متفق عليه بين المجلسين، لان المجهود الذي يتحدث عنه السيد علي الهلالي هو يعني مجهود يعني لا يمكن منك. نعم للاسف انقطعت بشكل او باخر في الضغط على المجلسين من اجل التوافق، ولكن لا يمكن ربما العمل به لانه ربما يكون مطعوم فيه من ناحية الجيد. هذا طبعا حسب وجهه نظري. جيد، شكرا جزيلا لك سيد صالح فحيمه عضو اللجنه التشريعيه والدستوريه في مجلس النواب، ايضا الشكر لعلي الهلالي ناطق باسم مؤتمر المسار الدستوري، كذلك ابتسام الضبيع مترشحه برلمانيه، فتحي شبلي رئيس حزب صوت الشعب. بهذا مشاهدينا وصلت معكم لختام حلقه الليله من نسخه الى الراي العام، ملتقانا الاحد القادم في موضوع جديد وقضيه جديده، لذلك الموعد، تقبلوا تحياتي ودمتم في حفظ الله.